طبعا خبيرنا في اللوائح الدوليه, ودكتور فضل الله طبعا راجل خبير في اللوائح الدوليه وراجل شاطر يعني في الشغلانه دي. لكن قصدت ان يخش الدكتور فضل الله لانه هو كان الذراع الايمن للعمر فاروق في هذا النسيج من اللوائح اللي بتعمل والكلام ده. فلما يطلع هو نفسه يقول هذا الكلام بيظهر لحضراتكم التربص اللي بيقوم به الوزير ناحيه اتحاد الكره للسيطره والهيمنه على اتحاد الكره. الراجل ده هيتجنن ويسيطر على اتحاد الكره, عنده افيونه كده اسمها كره القدم, وللاسف اتحاد الكره ممكنه. طب انا عايز اسال اتحاد الكره سؤال, الراجل فضل الله قال لك لو ده مش موجود في الفيفا شكرا خلاص, طب انتم مسلمين ليه؟ طب ما تبعتوا للفيفا يا جماعه احنا جالنا كذا 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 كذا, صح ولا غلط؟ يعني نلغي ولا ما نلغيش؟ وسيب الفيفا يقول, ويبقى الالم الثاني على طريقه عنتر ولبلب بعد الم عصام عبد المنعم اللي هو تشكيل مجلس بقياده كابتن عصام واتلغى من الفيفا, وده الالم الثاني في على طريقه عنتر ولبلب. ليه اتحاد الكره بيستخدمش حقه في كده؟ انا مش عارف والله العظيم, انا ما عارف يعني, عايز الاقي تفسير لغياب الصفات و زي ما بيقول انزيمات الرجوله داخل شرايين مبنى اتحاد الكوره. طب انتوا بعتوا بعد الجمعيه دي نفسها للفيفا قلت لهم احنا بقى عندنا لجنتين الطعون وقلتوا تشكيلها, وبعتوا تشكيل اللجنه الثانيه للاستئناف, وبعتوا محضر الجمعيه العموميه, بعتوا للفيفا فعلا, وده اجراء روتيني بيتم يعني بعد كل جمعيه عموميه. طب دلوقتي بعد ما حصل الكلام ده هتبعتوا للفيفا تقولوا لهم ايه؟ ولا هتعملوها تاني من غير ما الفيفا يعرف؟ ولا الفكره ارضاء العامري فاروق حتى لو على حساب كرامه وكبرياء اتحاد الكورة؟ عمر اتحاد الكورة ما هيكون له قيمة الا لعزة نفس. انا بقولش الكلام ده سخنكم على عمرو فاروق, ولا بقول الكلام ده عشان اقارن بعمرو فاروق, ولا انا اذا قلت لحضراتكم محاربة الفساد ولا عمرو فاروق ولا اتخن واحد فيك يا مصر حارب فساد اتحاد الكورة زي, يعني دي مسألة مقفولة يعني مش هنتكلم فيها كتير. لكن انا بتكلم تحارب الفساد ولا تتربص بالمبنى وبالهيئة, خصوصا انا جبت لكم المصارعة مواقف مشابهة ولا حد نطق والناس كلها عملت عامية وطرش وتعاملت الانتخابات والموضوع عدى وولى وعليك. يعني قبل ما اقفل بقى قصة برضه عشان اقول لحضراتكم في مندوب اسمه عدنان الجندي, انا معرفش الكابتن عدنان الجندي اللي هو مندوب الفيفا في مصر ساكت ليه على الكلام ده, اتكلم وقت موضوع هنا بريدة وقت ما تشال هنا بريدة والكلام ده اتكلم, لكن ما بيتكلمش دلوقتي في القصة دي. برضه انا عندي علامة استفهام ضخمة جدا في القصة دي. الاستاذ جمال علام والكابتن حسن فريد والكابتن عصام فتاح والكابتن محمود الشامي والكابتن احمد مجاهد والكابتن سحر الهواري والكابتن ايهاب الهيطه والكابتن سيف زاهر والكابتن حماده المصري وكل الكباتن اللي موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم, هل هناك شيمه رجوله تقف امام وزير الرياضه الذي يتدخل, او وزير الدوله لشؤون الرياضه, انا مش وزير الرياضه, وزير الدوله لشؤون الرياضه زي رئيس المجلس القومي للرياضه, هل هناك من يقف امامه طالما اتحاد الكرة معه الحق, أم ستظلوا خانعين أمامه بهذه الصورة؟ من ضمن الحاجات برضو الغريبة زمان عرفت أنه في يوم الاثنين وقفة لأندية الجيزة اعتراضا على محاولة تمرير, يعني بيتقال أن هاني زادة هيخلوه مستمر رئيس منطقة الجيزة. أندية الجيزة متغاظة جدا, هم عايزين يخلوا ياخدوا آراء الأندية المعتمدة في الجمعية العمومية. فالناس في الجيزة بتقول لك طب ما احنا في أندية كتير ومراكز الشباب كتير تتبع منطقة الجيزة مش أعضاء الجمعية العمومية, لكن نشاطهم كله في الجيزة مع المنطقة, فلازم يبقى في انتخاب لأن احنا مش عايزين هاني زادة. الناس كلمتني وقالت هذا الكلام, وفي الحقيقه فايلات كتير جدا بيجهزوها اللي هعرضها لحضراتكم قريبا. لكن هم اليوم على فساد في منطقه الجيزه ومشاكل كتير جدا. انا من ضمن الحاجات قالوا لي ان في فطار اتعمل في رمضان اللي مش عارف 10 15 واحد اتكلف 63,000 جنيه. يعني لو انا رحت فطرت 15 واحد راحوا فطروا, ولا 50 واحد حتى فطروا في الماريوت, بيقول لي فندق 3 نجوم في الجيزه في المهندسين باين ما اعرفش فين, لو راح اكلوا في الماريوت ادخل حته يعني 5 نجوم مش هتكلف الواحد 1000 جنيه ولا 500 جنيه مستحيل يعني. فهم صارفين 63,000 جنيه على افطار ضم 50 15 20 30 40 50 واحد, تصرف 63,000 جنيه. انا كل واحد متكلف حوالي 2000 جنيه اكل, 2000 جنيه بياكل كل واحد بياكل طور قدامه, يعني هل جايبين 63 طور محطوطين؟ يعني 63,000 جنيه ده الجاموسه ب 7-8,000 جنيه, يعني 63,000 يجيبوا كام جاموسه يا جماعه؟ يجيبوا 10 جمايس مثلا او 8, يعني ده بحط 8 جمايس كل واحد خد فخده. 63,000 جنيه في طرف رمضان ل 15, هم الانديه كلهم المندوبين 14 نادي
فجيب 14 مندوب بالمجلس اداره المنطقه مثلا 20 واحد، ويا سيدي كل مندوب جايب ابنه 30 و 40 واحد، حتى لو 40 واحد كل واحد يكلف 100 جنيه 150 جنيه هتبقى 4000 5000 10000 15000 63000 جنيه. فمال سايب على ما يبدو كان في منطقه الجيزه، فالكلام ده كله هيجي لي قريبا. لكن دايما اتقال انه اللي بيحاول دايما يزق فاني زياده ويفرضه على الناس وبيكلم الناس في اتحاد الكره دلوقتي عشان يكمل هو رضا عبد المعطي مستشار القانون لوزاره الرياضه، مش لوزاره الدوله لشؤون الرياضه، معلش انا اسف، هو المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني لوزاره الدوله لشؤون الرياضه، هو اللي عمال يكلم كل الناس في اتحاد الكره يقول لهم هاني زياده هاني زياده هاني زياده. ما تفهمش ليه يعني، ما تفهمش ليه، ما اعرفش ليه.